بتعز يتكرر هذا المشهد اليوم مع استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين والتوجه الأمريكي الإسرائيلي لإبادة سكان القطاع. إذ تجاوز عدد الشهداء خلال 20 يوما 7000 شهيد، أكثر أو نحو 3000 منهم من الأطفال. هذه الانتهاكات والجرائم يمارسها الاحتلال الصهيوني بدعم وتمويل أمريكي وغربي في توجه واضح كشف خرافة القانون الدولي ومدى تسخيره لخدمة المصالح والعلاقات الغربية ضد حريات الشعوب وحقهم في الأرض والبقاء. هكذا يقول المشاركون في هذه التظاهرة. نحن هنا التقينا بعدد من المشاركين في التضامن مع سكان القطاع والشعب الفلسطيني، وقالوا لنا إن هذه الفعاليات هي ما يملكونه اليوم من وسيلة للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال. وأيضا بالتزامن مع هذه التظاهرات وحدت مساجد المدينة خطبة هذه الجمعة، وتم تخصيصها للحديث عن بسالة الشعب الفلسطيني وضرورة زوال الاحتلال. كما أن هناك نشاط قد بدأ بالعودة مؤخرا لجمعية الأقصى في الأيام الأخيرة بتعز، وهو نشاط يحث الناس على تقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل نصرة القضية الفلسطينية. تتردد الآن وترددت قبل قليل الهتافات من قبل هذه الجماهير، وهي كما نسمع ونرى أن تستنكر مواقف الدول المطبعة مع الاحتلال وتندد موقف الحكام العرب. تخرج هذه الجماهير اليوم في تعز وتحتشد هنا للتضامن الواسع رغم ما تعيشه المدينة من ظروف مشابهة لما يعيشه سكان القطاع من إغلاق للطرق والمعابر، وأيضا من الحصار الخانق المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية. لكن تعز تريد أن تقول في هذا بأنها متمسكة بقضايا الأمة العربية والإسلامية وبأن لها موقف واضح وصريح من القضايا المركزية. أيمن قائد، أيمن شباب تعز.